السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، حفظكم الله ورعاكم. أولا، ما أحلى الطبيعة، ما أحلى الطبيعة. مولا هاد الناس اللي جاو هنايا، يعني السكان عاديين، ماشي دي بورجوا ولا، يعني كيشتغلوا كيربح مثلا 3000 ولا 4000، سا ديبون. تلقاه كاري هنايا، يعني ملي كيحل كيخرج للبالكون اش كيشوف؟ كيشوف هاشوف شوش كيشوف. وهاد المرافق في اي سكنه كتلقاو المرافق التسليه ديال الاطفال موجوده. ما يمكنش اخوتي، راه ما يمكنش شي سكنة تتبنى وما تيديروش فيها ديال الأطفال، راه حرام عندهم في العقلية ديالهم، ماشي في لا فيفل، وحرام في العقلية ديالهم، ماشي حتى في